زمالك؟ صح، ديابلو الزمالك. ممكن نكون خبطنا في بعض، ما نروحش هناك كتير بس اكيد تقابلنا. صح. ايوه اكيد صح. اهلا وسهلا. ايوه افتكرت، على فكره احنا قعدنا مع بعض كذا مره. انا سامحني بس دوشت شغل، فممكن ما كنتش مجمع قوي بالظبط. امتى؟ استنى هقول لك. في عيد ميلاد شمشيري. شمشيري؟ ايوه شمشيري، صح يا بشاكيري، صح. او من ساعه العيد ميلاد ده بقى انا خسرنا بعض. تخيل. بقولكي شكلهم هيبقوا صحاب كيوت قوي. كان يوم غريب جدا. فاكر لما ميادة وقعت من على السلم وانتوا خارجين؟ اوبا، مو جي على وتر فرح الحساس. هي ميادة كانت معاك يوم عيد ميلاد شمشيري؟ كانت معانا، مش معايا، تفرق كتير. معانا. بغض النظر يا ادم كانت معاك ولا معاك، كانت موجوده يوم عيد ميلاد شمشيري وما قلتليش. ما قلتلكيش؟ ايه ده؟ لا انا قلتلك ولا ما قلتلكيش؟ لا يا ادم ما قلتليش. صحيح، انا ما قلتلكيش، نسيت حاجه مش مهمه يعني، ما جاتش في بالي، اسف. واضح ان يوم ادم النهارده هيكون لذيذ جدا. تمام. فرح، انا عارف ان انت متضايقه وعندك حق تتضايقي وتزعلي كمان، بس انا ما جاش فرصه ان انا اتكلم في الموضوع، او ما جاش في دماغي بصراحه. يعني انت كان عندك وقت تحكي لها انت بتشجع مين وبتحب لون ايه ولعبتك المفضله ايه وانت صغير، ونسيت تحكي عن ميادة. ادم حبيبي، انت مش بتساعد نفسك خالص كده على فكره. عندك حق، احنا فعلا في حاجات كتير ما اتكلمناش فيها يا ادم، بس دي كان لازم نتكلم فيها. صح. هو انت كنت خايف تحكي لي؟ بصراحه ليه بقى؟ كنت خايف من رد فعلك لما تعرفي ان انا وميادة فضلنا متصاحبين فتره طويله لغايه قبل ما اجي الغردقه على طول يعني. بس ادم، اللي قدامك دي مش فرح بتاعت زمان خالص. يعني حصل في حياتي حاجات كتير قوي، اتجوزت، خلفت، اتطلقت، وبقيت ارمله في نفس الوقت. انا خلصت كل حاجه، فانا اللي المفروض اخاف من رد فعل الناس مش العكس. فاهم حقك عليا. لسه متضايقة؟ لسه متضايقة، متضايقة جدا كمان، عشان انت المفروض مفهمني طول الفترة اللي فاتت دي ان ميادة دي كانت لعبة عيال وقت المدرسة، بس واضح انه لا، واضح انه كان بجد. طيب بصي، بصراحة كده انا كنت بحب ميادة جدا. طبعا اكيد حلوة وموزة، صح؟ صح، بس مش اي واحده حلوه ومزه تدخل قلبي على طول. انا يمكن كنت بحب طريقتها، ستايلها، اتراكتف كده، انت عارفاها. عارفاها؟ لا دي معقداها. بس حسيت ان احنا مش شبه بعض خالص يعني، مع الوقت كده حسيت ان ده انبهار اكتر منه حب. وفي فرق كبير طبعا. وبعدين في حد يبقى قاعد قدام القمر ده ويفكر في ميادة وغادة ماشي يا ادم، هسيبك تضحك عليا المره دي، وده دور جديد، فرح العقله. يعني خلاص، بس مش زعلانه؟ خلاص يا ادم مش زعلان، بس توعدني ان احنا نتكلم مع بعض بعد كده في كل حاجه، كل حاجه، ما نخبيش عن بعض اي حاجه ابدا. حاضر. طبعا صعب جدا، بس هحاول. شفتي كنت هتغرق الشوز الابيض. بالراحه. كفايه زعيق بقى يا شادي، وترتني. كفايه اللي احنا فيه. تقلقيش تقلقيش، ان شاء الله كده اللي هي مستثمر تاني يشتري الاوتيل. يا ريت، بس يا رب ما تكونش كاين حكت لعلي على كل حاجه، ساعتها خطتنا هتبوظ. ما اظنش يعني هتنتقم مني مرتين. على فكره بقى، كارن حكت لي على كل حاجه، كل حاجه. علي استني هفهمك الموضوع. البني ادم ده بيعمل ايه هنا؟ انا هجيب لك الامن. علي شادي عامل حادثه زي ما انت شايفه، حرام عليكي. عامل حادثه؟ انا المفروض بقى يصعب عليا يعني كده واصدقك؟ الحركات دي. ايه ده بجد طالع متعور. علي لو سمحت شادي ما ينفعش يتحرك، ممكن تخليه يبات هنا النهارده بس؟ لا، يمشي دلوقتي حالا. امشي حالا يا شادي، والا هجيب لك السكيورتي يرموك بره. هو في ايه؟ انت من امتى بقيتي بالشر ده؟ انا؟ هو انا اللي حاولت ارمي اختي في مصحه؟ كنت بحاول اساعدك يا علي. تساعدني ولا تكوش على الاوتيل؟ يا شادي انت بني ادم مريض، مفيش في دماغك غير بس الفلوس، انت بالظبط زي بابي. ايه ده يا مامي، انتوا بتتخانقوا؟ لا يا حبيبي، مش بيتخانقوا، ده بابي وعليا بس بيهزروا مع بعض. ايه رايكم تنزلوا تجيبوا تشوكلت من البازار؟ تشوكلت؟
معلش يا ماجدة، كانش المفروض تعرفي ان البنات اني سبت الاوتيل بالطريقة دي. انا اسف جدا. اسف على ايه يا حبيبي؟ البيت بيتك. انت لو هتتأسف تتأسف على حاجة واحدة بس، انك فكرت تنزل في حتة تانية غير هنا. شكر جدا يا ماجدة. لا شكر على واجب، احنا اهل. شادي انا بجد ما اعرفش الموضوع كبير كده. نادين اصلها قالت لي ان الحادثة بسيطة قوي، فعشان كده ما جتش. انا لو اعرف والله كنت جيت لك على طول. ما تقلقيش يا فرح، انا قلت لها تقول لك. بابا انت كويس؟ اه يا حبيبي كويس جدا. طب انت اتعورت ازاي؟ في حد ضربك؟ انا ممكن حد يضربني يعني؟ انت متخيل ان دي حاجه ممكن تحصل يعني يا فريد؟ لا انا كنت معدي الشارع فما بصيتش يمين وشمال فاللي حصل بقى. خد بالك ها، خد بالك. يلا يا فريد ميعاد نومك جه يا حبيبي، خلي بابا يرتاح. بس انا عايز اقعد مع بابي. ما هو بابي قاعد معانا، اقعد معاه بكره. يلا يا حبيبي تصبح على خير. يلا تصبح على خير. وتمام الله يا بابي. شادي هو ايه اللي حصل؟ قابلت كارين وقلت لها كل حاجة. اعترفت لها ان انا كنت عايز استغلها عشان اخلص الصفقة، وقلت لها ان انا خلاص مش عايز اكمل معاه. فتعصبت وركبت العربية وخبطتني زي ما انت شايفة كده. ايه؟ هي فعلا ممكن تعمل كده؟ هي بتقول انها ما كانتش تقصد، انا كانت حادثة. ما تبصليش كده، انا عارف انت هتقولي ايه، وعارف انت عايزة تقولي ايه كمان. هتقولي ان انا قلت لك وحذرتك والكلام من ده. انا مش عايز اسمع الكلام ده دلوقتي لو سمحتي، لو سمحتي. بجد يا شادي؟ انت شايف ان انا بفكر كده؟ تفتكر هو ده كل اللي هممني دلوقتي؟ شادي انا كل اللي يهمني انك قمت بالسلامه وبقيت كويس. انت ابو ابني، وقبل كل ده احنا صحاب. انا مش عارفه مالنا، مش عارفه ليه ما بقيناش بنتعامل مع بعض زي الاول. انا نفسي نرجع زي الاول لشادي. بالظبط، فرح كانت بتتخيل ردها على شادي وما قالتهوش. تمام يا شادي، لو احتجت اي حاجه انا موجوده. شكر، اخش اريح بقى شويه مش قادر. طيب تعالى ساعتك. ماشي. رضوى. فرح. ايه؟ انا اسفه ان انا جيت لك في وقت متأخر كده، بس أنا كنت عايزة أقولك على حاجة. أنا عايزة أطلع من ماما. طيب اهدي رضوى بالراحة كده، عايزاكي تحكي لي من الأول إيه اللي حصل. موزة عليك في حاجة؟ أنت هو اتخانقتوا؟ بالعكس، أنا وماما عمرنا ما اتخانقنا. أمال فين المشكلة؟ أنا وماما مختلفين عن بعض. هو شخص هادي وابن ناس ومحترم، نجح في شغله جدا. لا اله الا الله. طب يعني معلش يا رضوى، انا مش عارفه انت بتستحملي ازاي كل ده. لا اصل انت مش فاهمه، مو ده شخص ممل جدا، بيحسب كل حاجه بالورقه والقلم. اول ما تعرفنا على بعض قال لي انا مشغول جدا وحياتي كلها شغل في شغل. افتكرته بيقول لي كده عشان اعجب بيه، بس اكتشفت لا، اكتشفت ان هو فعلا مشغول طول الوقت. وجايز عشان كده بقى غني. مش بس كده، طلبت منه ان احنا ناخد اجازه طول عشان نسافر اوروبا ونتبسط ونتفسح، لقيته برضه بيقول لي ان هو مشغول. يا عيني رضوى، عيش حبيبي. عيش رضوى. فاكره لما كنت بتعملي جمعيه عشان تطلعي شرم الشيخ؟ انت بتتريقي عليا؟ انا بكلمك بجد، انا جايلك عشان تقولي لي اعمل ايه. اعمل ايه يا فرح؟